موجز لأهم الأنباء من يمن شباب، أهلا بكم. أدى ثلاثة قضاة تم تعيينهم في مناصب جديدة أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض بعد مضي أكثر من شهرين على صدور قرار تعيينهم، حيث أدى اليمين القاضي علي عطبوش بمناسبة تعيينه المحامي العام الأول للجمهورية والقاضيان فهيم عبد الله محسن وقاهر مصطفى بمناسبة تعيينهما عضوين بمجلس القضاء الأعلى. عقد الرئيس عبد الرب منصور هادي اجتماعا استثنائيا مع الهيئة الاستشارية ورئيس الحكومة ووزراء كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والخدمية والإنسانية. يأتي هذا بعد ساعات على وصول رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من أعضاء الحكومة إلى العاصمة السعودية الرياض للتشاور مع الرئيس هادي حول عدد من الملفات الملحة المتعلقة بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية. نبقى سياسيا، فقد شدد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ على ضرورة تقديم الأطراف اليمنية التنازلات التي يمكن أن تساعد على تمهيد الطريق لسلام طويل الأمد. وقال ولد الشيخ في بيان أصدره عقب اختتام زيارته للسعودية إن خطوات تقوم على ثلاثة ركائز يعمل عليها وتتمثل في إعادة العمل باتفاق وقف العمليات العدائية وتطبيق تدابير محددة لبناء الثقة من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية، وكذلك العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل. كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي عن لقاء موسع لوزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن سيعقد في العاصمة السعودية الرياض مطلع الأسبوع المقبل. وقال المخلافي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية إن الاجتماع سيناقش جملة من المواضيع منها الدفع بالعمليات السلمية والوضع الميداني في البلاد. وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الطاهر العقيلي إن الجيش الوطني ينتظر القرار السياسي لخوض الأعمال العسكرية لتحرير ما تبقى من مدن تحت سيطرة الإنقلابيين. وعن مشاركته في اجتماعات رؤساء هيئة الأركان للتحالف، قال العقيلي إن الجانب اليمني سيطرح عدة ملفات تتعلق بالوضع العسكري بشكل تفصيلي، وسيبحث آلية الحد من أعمال الميليشيات الإجرامية بحق الشعب اليمني. ميدانيا، جدد طيران التحالف العربي استهدافه لمواقع تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح. ووفقا لمصادر محلية، فإن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع للميليشيات الإنقلابية في منطقتي المغرم وآل الرماح التابعتين لمديرية باقم الحدودية. لقي قيادي حوثي مصرعه في غارة جوية لطيران التحالف العربي في منطقة المزرق في محافظة حجة. وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة أن القيادي الحوثي إبراهيم عبد الله المؤيد نجل وزير الخدمة المدنية فيما يسمى حكومة الإنقاذ لقي مصرعه مع عدد من مرافقه أثناء توجهه إلى جبهة علب التي يمثل أبرز قيادتها بعد حضوره اجتماع مع بعض قيادات الإنقلابيين في جبهات الحدود. أخيرا، طالبت جماهير وقيادة ولاعبو نادي التلال الرياضي طالبوا أمن محافظة عدن بالكشف عن مصير البطل الوطني في ألعاب القوى ورئيس اتحاد اللعبة الكابتن محمد سالم حسين المختطف منذ أكتوبر من العام 2015. ونشدت قواعد نادي التلال الحكومة والمحافظ ومدير الأمن بتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم في الكشف عن مصير المختطف. هذا ما لدينا حتى الساعة، في أمان الله.